يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من أهل العلم من قال إن العلة في أخذ السبق هي هناك من أهل العلم من قال إن العلة في أخذ السبق هي هي التقوية للجهاد، فيجوز أخذ العوض على المسابقة بالأقدام والطائرات. وبعضهم قال إنه يجوز في كل ما له خف كالفيل، وكل ما له حافر كالحمار، وكل ما يرمى به كالسلاح، فأيهما أصح؟ الرسول حصرها صلى الله عليه وسلم، لا يجوز نخالف الحصر باجتهاداتنا وآرائنا. الرسول حصرها في هذه الأشياء، لا نتوسع فيما خالف هذه الأشياء، لأن المال محترم. والله جل وعلا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز أكل المال إلا بمعاوضة مباحة، أو بتبرع، أو ما أشبه ذلك. أما أنه يستعمل في المسابقات التي لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل. إذا أردت أنك تجيب كل شيء وتخليه يجوز وخارج الحديث، هذا لا يجوز. نعم.